وحتى لو لم تشفوا إذا نزل روح الله ستشفوا بإذن الله من كل المعجزات. بما؟ بالآيات التي سيأتي بها. دير بالكم، تعرفوا مين سيأتي بالمعجزات؟ الدجال. سيأتيكم بكل معجزة يعجزكم بها عن ربكم ويعجزكم بها عن الحق. ثم ينزل عيسى فيأتيكم بكل بينة وكل برهان وكل بصيرة يأتي بكم إلى ربكم. شفت الفرق؟ طبعا.